دابا هنا ولدني مع مرا اخرى. قلتلك الوالد عندي توفات، انا ما عندي فين نسكن. الحقيقه هي لي ما عندي لا سكن لا والو، ما عنديش فين تلا. انا ما تدويش على راسي، انا تدوي على المراه للوليد هذا. ما عندكش فين تلا والكلا خالي. انا دابا من الخدمه ديالتي ما نقدرش نمشي نخدم شي خدمه صعيبه. والله العظيم الا هذيك الدري عليا والله العظيم ما عندوش ما يلبس. هناش مشهود هناش الجيران شاهدين على هذيك الدريه ما عندهم يلبس لا هو ولا هذي. وانا خطير العروق ديال قلبي تتقطع وليا تنشوف هذيك الدريه ضايع ضايع. انا تنبكي يومين على هذيك الدريه ديك صافي الله دور بعد سنين. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد آله وصحبه وسلم أجمعين. السلام عليكم سيداتي سادتي. تعريف على الراس ديالي أخويا الله يرحمك الوالدين، أنا مريت شي شوية من القلب ديالي. كنت خدام بحري في البحر ديالي. في حياة الوالدة ديالي كنت عايش بخير على خير، ولكن عندي واحد أجمع واحد العقدة على حساب الوالد ديالي. الوالد ديالي لا يحنك لا يحنك، ومسك علي الله ولا باس علي بخير على خير ولا يحني، وما مصيبش لي الورقات. وانا كنت بغيت نرفع دعوه في المحكمه ضد هويا، قلت انا خليه منه الله سبحانه وتعالى. وتنطالب انا يا شي محامي الله يجازيه بخير انصفني. عندي شي حق ديالي باقي مرهون في المحكمه، شادينوا لي عصابات المجرمين الله يرحم الوالدين. انا كاين شي استاذ يعاونني ينصفني يشد لي حقي. هاي الورقات مزورين، زوروا لي الورق، الورق عندي. داري علاش زوروا الورق؟ انا ماشي ما قاريش. كانوا فاتوا سبق ليهم، كانوا عطاني محضر قالوا لي اجي تسني عليه. انا عندي مشاكل مع مول الملك. مول الملك تيحرض عليا البوليس، يحرض عليا المواطنين، تيدخلوا عليا المحاريت تكربشوا عليا، يفرقوا عليا الدفه. ما يسكنش معاك شي واحد اللي تيشرب الخمر او اللي تيزني. ممنوع ممنوع تشرب الخمر، ممنوع تزني قدامي. فهمتيني؟ حنا محترمين. دابا هو تيجيب الجيران، يجيب السكان، فهمتيني؟ تيقولوا لي ودي ما يمكنش لينا حنا نسكنوا مع واحد راجل دياني نضربوا عليه القرعه والكاش انا الزينه والود. فهمتيني؟ ناض هو دار الشرع يدي. فهمتيني؟ مشى فرق علي المحاري، دار لي حوايجي كاملين. استفادة عطاتها لي أنا الدولة، عطاتها لي الوزيرة زبران، وزير الإسكان زبران. مشيت عندها أنا بنفسي برجلية الرباط الإدارة ديالتها، دخلت عندها ومديت لها الوثائق ديالها وعاطيني واحد الشهادة، الشهادة ديالت المهندس، مهندس العظمي، العظمي عطاني واحد الشهادة. مهندس؟ آه العظمي عطاني الشهادة، قال لي أنت مسجل باستفادة، أنت مسجل. فهمتيني؟ عندي ما يتبت، مشيت ديت الوزيره تقبلتني، قبل قالت لي الورقه مقبوله عندك، قالت لي يا ودي سير عود لبلادك، سخلك غيلحقك تما. الوقت اللي جيت البلاد ديالي السخون ديالي جا هنايا نيت، قالوا لي ها هو كاين هنا في سميتك في كنيتك وهذه وهذيك، وبالتالي زوروا هذاك الشيء خربقوه. القايد قال لهم لا. خربقوا هذاك الشيء زوروه، باقي الان تما. حكمت لي المحكمة ابتدائية بأربعة الملايين بأوروجو على حالة كما كانت عليها. شاف الوالد ديالي أنا بغيت شي مؤمن شي أستاذ الله يجازيه بخير يمشي معايا هذا الوالد يدوي معاه ويتكلم معاه. أنا وقت اللي تندوي مع الوالد تيقول لي بغيت تصيفطني الحبس، تنقول لي أعطيني ديالي صوب لي الأوراق، تقول لي نصيفطك الحبس، تيدير الحبس هو خايف هو يمشي الحبس. وخايف على راسو هو يمشي للحبس. انا دابا هنا والدني مع مراه اخرى. قلت لك الوالده عندي توفات، انا ما عندي فين نسكن.
حقيقة ديالي ما عندي لا سكنة لا والو، ما عنديش من تلة، أنا ما تدويش على راسي، أنا تدوي على المرا الوليد هذاك، ما عندهمش من تلة، والكلا غالي، أنا دابا من الخدمة ديالتي ما نقدرش نمشي نخدم شي خدمة صعيبة، مريض، أما أنا المريض مكبت، المرض ديالي مكبتو عندي، ما بغيتش نمشي نشوف الطبيب، أنا مشيت للطبيب يشدني الطبيب، وأنا ما عندي ما نعطي الطبيب لا يشدني، أنا ما عندي ما نعطيه. طبيب يدوز ليا يقول لي تا خطر خصك تريح هنايا، واش غادي نعطيه؟ هي ما هي غادي يخرجني الطبيب، اش غايدير بيا ما عندي فلوس؟ هي ديري خويا تندور زويره تنصور هذيك 600 و800 ما قادانا تا في كرشنا، بعد النوبه تغسل الطونوبيلات، بعد النوبه تسخر الناس، بعد النوبه اذا كان شي حاجه نشريها شي بياسه بحال هكا نشري الحويجات قدام عند الناس اللي تيبيعو. هاكا شي بياسات نشريهم ب 600 و800 نمشي نعاود بهم البيع وصافي، وما دايره لك والو، ما دايره لك والو، الكرا غالي والمدرسه ديال الدري 4000 ريال كسوه عريان، قسم الله العظيم الا ديك الدري عريان بالله العظيم ما عندوش ما يلبس، انا شام الشهود انا شجيران شاهدين على ديك الدري ما عندو ما يلبس لا هو ولا هادي، وانا كل فراسي عامر بدم، انا وريتو لي كتشوفوني دابا واحد لطرت واحد لطمه ديال الدم تما لقيت الباب المحسنين ما بان لي حتى حد بقيت والله جا جيب شي محسنين الله يرحم الوالدين كان وقفوا معنا شراو لنا شي دواء شحال شي قديم شي شويه الماضي في الماضي قديم انا دابا انا تنطلب من المحسنين الله يرحم الوالدين شوفوا لي شي سكن شوفوا لي شي سكن كما كان جمع الشمل الوليه وهذيك الوليد كن بخير المحسنين انتو تشوفوا الوضع التي كيديره الدريري بغينا يدخل المدرسه الدريري بغينا هو يعيش هو امه في الكرام في العيش كريم حنا من الطبقه القادحه حنا مهمشين التهميشه خطير التهميشه جريمه جريمه هذا التهميشه تسمى جريمه يخلوا انسان مهمش من الطبقة القادحة أمهمس أتنعاني معاناة خطيرة العروق ديال قلبي تتقطع وليا تنشوف هذيك الدريري ضايع أضيع أنا تنبكي يومين على ديك الدري ديك صافي الله دور 4 سنين قاعد محروم من المدرسة محروم من السكن محروم من اللعب محروم من اللعاب محروم من أي حاجة الدري هذا أنا داير عينيا معاه واش نهار يولي يسرقوه ليا او توقع لي شي حاجه راد لي بال انا راد لي البال معايا ولكن انا الله يجازيكم بخير مين غنجيب فلوس الكرا انا منين؟ مين غنجيب الفلوس الكرا؟ انا دابا ما حل واحد ما قادناش حبس وكرف حبس وكرف ما كاينش فيه يلعب الدري الا خليتيه يلعب يصدع الجيران بغينا شي ساكن يكون شويه متيسع وخاد غنجمو حيلات هما في محل انا محل اخوتي المحسنين الله يرحم الوالدين ننفس على الكروبات في الدنيا ننفس عليه في الكروبات في الدنيا وفي الاخره اخوتي المحسنين احباب الله احباب الرسول الله ما تشوفوا بعين الرحمه بالوليه وهذاك الوليد هذاك الصبايبي الله يرحمك الوالدين هو عند الجيران تيلعب مع الجيران الله يجازيكم بخير باش يوصلكم جديد ديال اسفي الان تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي